البعض سماها سيدة السوق، والبعض الآخر جميلة البائعات، وهناك من يلقبها بالست نوال، فهي دائما ما تستحق الأفضل من المسميات الجميلة التي تليق بتعبها وجدها. منذ 37 عام وهي تجني قوت عائلتها من هذا المكان، ورغم تغير الوجوه والأزمان إنما صفاء القلب والنية الصالحة بالرزق بقي ثابتا لديها. أتحدث هنا عن السيدة نوال أم محمد، تعالوا إيانا في هذا التقرير لتعرفوا المزيد عنها. أنا اسمي نوال محمد عودي من طول كرم، أول موليد طول كرم من الحي الشرقي، بعدين انتقلت لمنطقة الذنامة من طول كرم قضاء طول كرم. كنت عايشين يعني عقد حالنا، كنا في دور الإيجار، فأنا يعني انفصلت عن زوجي وفيش لي بديل أي معيش لأولادي، وكانت انتفاضة الدنيا، فاضطريت أنا كانت يعني في الثلاثينات انجبرت إني أبسط وأبيع وأشتري مشان أعيش أولادي، ولا إنهم أولادي اللي ينحرفوا لأي مكان سوء. المرحلة قضيتها يعني كلا بنت صبية يعني الكل كلي والمالك بتبسطي أنت وعيشي، قلت لهم أنا بدي أبسط وعيش أولادي أحلى عيشة، لأنه المرأة الفلسطينية طول عمرها خدوم لأولادها ولبيتها. فأنا قضيت كثير نسمع حكي ونسوي إشي وما حدا نختصر، أثبت إنه أربي أولادي أحلى تربية وأحلى عيشة أخليهم. 37 سنة وعلمتهم الحمد لله، وتجوزوا الحمد لله وقايمين في بيوتهم، بس مهما هكال مش رح أقعد، لأنه قعدت رح أهبط، لا إيش أظن بقوتي وفي حياتي والفلسطينية من أي شيء من هين عندي، مثلا زعتر بلاش شجيري مولة الشعب الفلسطيني كلها ببيعها على هالسبر، ولا انه باسعار رخيصه جدا يعني ما بنستكوا، لانه هسه الوضع اللي احنا فيه الحالي وضع الناس تعيس كثير، فبكثير بيجوا علي مثلا الناس بيفصلوا وبقدروش يشتروا، فانا بلاحظ عليهم فبضطر مرات اعطيهم، لان زكت هذا الشيء اعطيهم مجاني، دفع بلا عنا يعني وعن اولادي، فانا ذقته بديش الناس تذوقه. كثير تغلبت وكثير يعني ظروف قاسية مرت علي، وهذا صبرت وقاومت حتى انه حتى بيتي انه ما ينهد. بلشت ابيع انا اول شيء هذا شجير وزعتر، ومكانس كان عندي وزعتر ناشف وزمطوط، ولسه موسم الشتوي ملوخيه ناشفه، زيت جديد زيتون جديد عندي ودوالي، يعني كل موسم بنبيع في الموسم اللي بيجي، وهينا ماشيين على هذا السبر اللي 37 سنه على هذا الشيء. اهلنا في الداخل بيجوا هون يعني بيجوا بيقضوا وبيجوا يعني من الاخر بيستنوا في، حتى لو مش مبسط ببقى ضابب بيجوني فتره ثانيه حتى ياخذ من بضاعتي اللي انا عندي، كثير بيتصلوا فيي صاروا ياخذوا تلفوناتي، من محمد احنا في اليوم الاثنين بدنا زعتر ناشف، لان انا اللي عندي اكسيته جبل، بدنا زعتر ناشف، بدنا ملوخيه ناشفه، بدنا اشياء، بيجوا بالكونيش ما بيشتروا، فبيستنوا لي تيجي السبت اللي وراه وبيجوا بياخذوا.